عليك عليك اي حسون انت مبين عليك دايخ او مريض جوعان؟ اي والله جوعان ما متريق. اي ذاك مطعم خل نروح ناكل فيه. اصبر خي اصبر هسه وصيته راح يجيب لنا لفتين واحدة لك واحدة لي. شو تسوون هنا؟ خي بس اصبر لي بس خلنا فهمك جينا ناكل لفان وحسوني لين ما مترقين الصبح. من قال لكم تاكل لفان؟ يلا امشي تعال عد حساب وياكم. اي خي صار قوم حسوني. من قال لكم تاكلون لفات؟ من موصيكم؟ انا قال لكم تشتغلون تجيبون الفلوس تحطونها بجيب تحطونها. قال لكم تاكلون لفات ها؟ هيا حسون انت مبين عليك دايخ او مريض جوعان؟